لشهدائنا الأبرار، شهداء الصلاة والمحراب، شهداء الجمعة، أحبتنا الذين قضوا في محاريب العبادة قرابين لله سبحانه وتعالى، ونهدي لأرواحهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم. رحمهم الله رحمة الأبرار، وحشرهم مع محمد وآله الأطهار. نسأل الله أن يختم لنا بالشهادة والسعادة كما ختم لهم، بحرمة الصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجر فرجهم. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم لماذا؟ اللي حافظين الآية نريد تفاعل من البداية. ليبلوكم أيكم أحسن عملا. بعد الكل عرف لماذا الله خلق الموت والحياة. كثير نسأل لماذا الله خلقنا؟ ما الهدف من الخلقة؟ لنتنافس، لنتسابق، لنقدم الأفضل والأمثل بين يدي الله تبارك وتعالى. مع شباب أحبائي، شباب بابا طالعني هني، طالعني هني، أنت اللي قاعد على حبيبي، طالعني وركز بس دقائق خلوا بالكم حبيبي، خلوا بالكم. احنا مستانسين ان الحمد لله المجلس كله شباب ولله الحمد، مع حبنا وتقديرنا للآباء وكبار السن. لا خلوهم، لا المجلس اليهم، لا خلوهم هني، انا احب اشوفهم بس واحد من، مو مشكلة خلوهم حبيبي، مش لا بس خلوهم حجي. عطروا مجلسكم بعطر الصلاة على محمد وآل محمد. فإذا كما أخبر الباري تبارك وتعالى في كتابه وهو أصدق القائلين، أن الهدف من الخلقة الابتلاء والامتحان لمعرفة من يقدم الأحسن والأفضل، ليبلوكم أيكم أحسن عملا. هذا هو الهدف من الخلقة، دار تنافس والتسابق، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون حتى تحصلوا على أفضل الدرجات والغرف عند الله سبحانه وتعالى يوم القيامة. كما قال إمامنا الحسين صلوات الله وسلامه عليه: أيها الناس نافسوا في المكارم وسارعوا في المغانم، ليكن تنافسكم على ماذا؟ على مكارم الأخلاق، على الشيم، على الفضائل، على الخلق. نافسوا في المكارم، تنافسوا وتسابقوا على ماذا؟ على نيل أفضل الخلق. وسارعوا، عمر الإنسان قصير، سارعوا. الله سبحانه وتعالى يقول: سارعوا إلى مغفرة من ربكم. لا تفوتوا الفرص، لا تضيعوا هذا العمر القصير.
سنوات القليلة هذه لا تضيعوها، لا تهدروها، سارعوا إلى مغفرة من ربكم. ويقول عن نبيه زكريا على نبينا وآله وعليه الصلاة والسلام بعد أن استجاب له دعاءه وأصلح له زوجة ووهبنا له يحيى: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات. يسارعون، العمر قصير، الفرصة قليلة أيها الأحبة. الإمام يقول: نافسوا، تنافسوا في نيل أفضل درجات الكمال والشيم والفضائل، وسارعوا في المغانم، سارعوا في كسب الخيرات الباقيات الصالحات التي تبقى معكم إلى يوم القيامة. وأبواب الخير كثيرة أيها الأحبة. الله سبحانه وتعالى فتح لنا أوسع الأبواب على رحمته. من كان يظن بأن الله يفتح لعباده بابا سماه باب التوبة؟ أنت الذي فتحت لعبادك بابا إلى رحمتك سميته التوبة، فقلت: يا أيها قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. توبوا إلى الله توبة نصوحة. وكان بإمكان الله أن لا يجعل شيء اسمه توبة، أي واحد يذنب خلاص يؤاخذ بذنبه، ما في إسقاط للجرائم، ما في عفو، الله لا يعفي عنهم، لا نقول عفى الله عما سلف مثل ما قال. الله يقول: نعم نعفو. حينما نزلت هذه الآية: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، إبليس جن جنونه، يقول بأنه جمع جنوده والشياطين في حال استنفار، نزلت مثل هذه الآية التي تبشر الناس بالتوبة، إن الله يغفر الذنوب جميعا. هذه الآية من الآيات الجامعة يقول عنها المفسرون، فيها كثير من البشائر. يكفي أن الله يبدأها بماذا؟ يا عبادي، يا عبادي، وهم مظلمون، وهم ظالمون، الذين أسرفوا على أنفسهم. ما راح تنتقصون من الله شيء، تظلمون أنفسكم بهذه الذنوب. لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب، مو بس بعضها، جميعا. ثم أيضا إن الله غفور رحيم، كله تأكيد على رحمة وبشائر. فتح أكثر من باب التوبة. يقول: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها. السيئة بواحدة والحسنة بعشر، وهناك من الحسنات التي تزيد على العشر، كما قال إمامنا الرضا صلوات الله وسلامه عليه: المستتر بالحسنة تعدل 70 حسنة. أدنى من الحسنات التي مو فقط تساوي 10 أمثالها، بل 70 ضعف. ما هي الحسنات هذه؟ المستتر، الذي يستتر بالحسنات، يأتي بها بعيدا عن أنظار الناس في الخفاء. المستتر بالحسنة تعدل 70 حسنة. في أيضا أعظم من ذلك: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا؟ قرض حسن الله يضاعف لك. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة، 700 حسنة لصدقة واحدة.
كلها أبواب رحمة أيها الأحبة. وكان بإمكان الله سبحانه وتعالى بعدله أن يحاسبنا بعدله، الحسنة بواحدة والسيئة بواحدة، ولكن فتح لنا أبواب من الرحمة. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. فلذا يقول إمامنا السجاد الذي نعيش ذكرى ميلاده صلوات الله وسلامه عليه: ويل ويل لمن غلبت أحاده عشراته. هذا مو خسران، هذا مو إنسان فاشل كما نقول. الله أعطاه كل هذا الأجر، بعض الحسنات يحسبها بعشر على الأقل، وبعضها بسبعين، وبعضها بسبعمائة، ومع ذلك تأتي يوم القيامة تشوف ميزان سيئاتك تغلب ميزان حسناتك. شوف الشقاوة، شوف الشقاوة لأي درجة. فلذا يقول الإمام السجاد: ويل ويل لمن غلبت أحاده. الأحاد ما هي؟ السيئات. ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها. أحاد، تجي الأحاد يوم القيامة تغلب العشرات، ومن جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، في سبعين مثل وفي سبعمائة مثل وضعف، فيضاعفه له قرض الحسن. كل هذا وتجي يوم القيامة تشوف الحسنات أقل من السيئات، السيئات تغلب الآحاد، هذه تتراكم تتراكم، عداد السيئات يمشي أسرع من العشرات. هذه الوحدة بعشرة، بسبعين، بسبعمائة، ومع هذا تشوف السيئات أكثر، فهذه شقاوة شقاوة. كل هذه الأبواب من الرحمة أيها الأحبة، نشوف يوم القيامة السيئات تغلب الحسنات، هذه فعلا شقاوة. كل هذه الرحمة الإلهية. فأيها الأحبة، من منطلق الآية نعود إلى الآية الكريمة من سورة الملك، في مستهل سورة الملك: الذي خلق الموت والحياة. عالم الموت عالم رحم، عالم البقاء عالم الخلود، فلذا الله سبحانه وتعالى قدم الموت على الحياة، لأن الحياة الأبدية هناك، الحياة الأبدية الآخرة. الذي خلق الموت، الموت مو عدم، خلق خلق عالم بحد ذاته، عالم أوسع وأرحب من هذه العالم، من هذا العالم الذي نحن فيه، عالم الدنيا. خلق الموت والحياة لعلة واحدة: ليبلوكم أيكم أحسن عملا، أحسن عمل. ويقول الإمام الصادق في ظل هذه الآية وفي ذيل هذه الآية: أحسنكم عملا ليس أكثركم. الملاك مو في الكثرة، مو في الكم، في الكيف. أحسنكم يقول الإمام الصادق أي أصوبكم، أصوبكم الذي يصيب الهدف، الذي يصيب الهدف، يحقق الهدف من الخلقة، وهي معرفة الله. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، كما في التفاسير وفي الروايات: ليعرفون معرفة الله. بهذه العبادات أيها الأحبة نريد أن نتعرف على الله، إذا عرفناه أحببناه، ولم نعصه ولم نتجرع عليه، فرغنا هذه القلوب لله سبحانه وتعالى، لم نسكن عرش الله إلا الله سبحانه وتعالى. قلب المؤمن عرش الرحمن، قلب المؤمن حرم الله، فلا تسكن في حرم الله إلا الله.
إذا عرفنا الله، إذا أحبينا الله سبحانه وتعالى، أحببنا الله سبحانه وتعالى، لا يسكن في هذا القلب إلا محبة الله تبارك وتعالى. ليعرفون وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وفي آية أخرى وما أمروا إلا ليعبدوا الله، ليست كل عبادة مطلوبة، ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة، دين القيم العالية. مو كل عبادة، العبادة الخالصة لله سبحانه وتعالى. في مدرسة إمامنا زين العابدين عليه الصلاة والسلام، مدرسة سيد الإباء أبي الأحرار، حر في كل شيء مولانا الحسين صلوات الله وسلامه عليه، علمنا الحرية في كل شيء حتى في العبادة، حتى في العبادة كونوا أحرارا في عبادتكم. شوف العمل النوعي، شوف العمل اللائق بذات الله سبحانه وتعالى، ولا تليق أعمالنا بذاته تبارك وتعالى. كلما نقدمه قليل في ساحة القدس الإلهية، ولكن الإمام يعلمنا عسى أن نحقق شيء ودرجات ومراتب من هذه حالات القرب الإلهية. يريدنا أن نكون أحرار في كل شيء حتى في العبادة. إن قوما عبدوا الله طمعا في جنته فتلك عبادة التجار، وإن قوما عبدوا الله خوفا من ناره فتلك عبادة العبيد، وإن قوما عبدوا الله لأنهم وجدوه أهلا للعبادة فتلك عبادة عبادة من؟ الأحرار. كونوا أحرار حتى في العبادة، لا تعبدوا الله عبادة التجار ولا عبادة العبيد والرقيق، اعبدوا الله عبادة الأحرار. حينما تعشق الله تبارك وتعالى، حينما تفرغ قلبك من كل ما هو سوى الله سبحانه وتعالى، هذه هي الحرية، أصبحت حرا، ارتبطت بقوة لا متناهية، قوة الله تبارك وتعالى، فلا يرهبك أحد ولا يخيفك أحد ولا يضعفك أحد، فلا تهنوا ولا تحزنوا. نجحنا. بعد تجيبون عصافير، هالعصافير بعد يغردون وياهم. صلوا على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. فلا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم، بهذا الشرط، بهذا القيد، إن كنتم مؤمنين. إذا تعلق قلبك وزادت ثقتك بالله وزاد إيمانك بالله فلن يرهبك أحد، أصبحت مع الله سبحانه وتعالى مع قوة لا متناهية. أحبتي، نريد أن نقدم ونحن نعيش في ملحمة الخلق. هذه الأيام أيام ملحمية، ملاحم، أيام الحسين صاحب تلك الملحمة من الخلق والفضيلة، لا أقول معركة. الحسين صلوات الله وسلامه عليه خاض ملحمة من الخلق والفضيلة. يقول العقاد مصطفى محمود العقاد، يقول تسابقت الصفات أو تسابقت صفات الخير لدى الحسين يوم عاشوراء. جملة ومقال طويل كتبه عن الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه، يقول
أن الحسين في كل لحظة من ملحمته الخالدة يوم عاشوراء في كل لحظة يبهر البشرية بصفة من صفات الجمال الإلهية، تارة برحمة الله تجلى، هذا هو خليفة الله، إني جاعل في الأرض خليفة. من هم خلفاء الله؟ هم الأنبياء، الأولياء، الأئمة صلوات الله عليهم أجمعين، خلفاء الله. ماذا يخلفون الله في أرضه؟ من يستطيع أن يخلف الله؟ ولكن يخلفون الله، يكونون مرآة لأسماء الله وصفات الله في الأرض، تظهر فيهم صفات الله، جمال الله وجلال الله. صفات الجمال: الرحمة، الكرم، العفو، الرأفة، الجود. وصفات الجلال: القهر والقوة والغضب الإلهي. الإمام صلوات الله وسلامه عليه كانت تتجلى في كل لحظة من لحظاته صفة تتسابق، يقول تسابق صفات الخير لدى الحسين صلوات الله وسلامه عليه. في كل لحظة ترى آية من آيات الجمال في الحسين صلوات الله وسلامه عليه، آية في الرحمة، آية في العفو، آية في الغضب، في القوة. أي رحمة أكثر من هذه الرحمة أن تجد إنسان في ملحمة، في حال حرب، وقد فقد كل أحبته وكل أصحابه، ومع ذلك يقول الراوي بأن الحسين صلوات الله وسلامه عليه جاء ليودع أهل بيته ثلاث مرات. شايف الإنسان اللي يكون في حال حرب مرتبك، ولكن الإمام صلوات الله وسلامه عليه كما قال الإمام السجاد في حقه أنه كلما اشتد به الأمر أشرق لونه واطمأنت جوارحه. الإنسان المضطرب عادة تصيد رجفة، تصيد اهتزاز، ولكن الإمام كانت جوارحه مطمئنة ووجهه يزداد تلألؤا وإشراقا، مطمئن فرح أنه يقدم القرابين بين يدي الله تبارك وتعالى. وكلما قدمنا القرابين خالصة لله سبحانه وتعالى، أحبتي، ازددنا قوة، ازددنا عظمة بالله سبحانه وتعالى. احنا هذه المذابح اللي قاعدة تصير ما ترهبنا ولا تركعنا، بل نزداد قوة بقوة الله تبارك وتعالى. ما راح نزداد قوة بالأسلحة، شفتوا أعداءنا شقد كدسوا أسلحة، الآن غير قادرين على استخدام هذه الأسلحة، يستجدون جنود وعساكر من أفقر الدول، السنغال وغيرها من هذول الدول. مو كل شيء بتكديس الأسلحة وتكديس الأموال. حينما نقدم قربان بين يدي الله سبحانه وتعالى نزداد قوة بقوة الله وعظمة بعظمة الله. هكذا علمنا الحسين صلوات الله وسلامه عليه، كلما اشتد به الأمر يقدم القربان تلو القربان، يزداد تألقا وإشراقا واطمئنانا، اطمأنت جوارحه، يزداد قوة وصلابة الحسين صلوات الله وسلامه عليه. ودليل رباطة جأشه واطمئنانه بأنه كل لحظة كان قام يروح يودع الأطفال والنسوة والعيال، ثلاث مرات يودعهم وداع كامل، وكان يقاتل ويأتي ويقف على تلة وينادي بأعلى صوته لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، حتى تسمع النسوة والأطفال يسمعون صوته فيطمئنون. شوف الأبوة، شوف الرحمة، مو معركة وقاتل ودم وسفك دماء مثل ما تشوفون الوحشية عند أعداء وخصوم أهل البيت. احنا تربينا في مدرسة الرحمة الحسينية في ملحمة، ما حد من أئمتنا تعرض كما تعرض له الحسين صلوات الله وسلامه عليه، خاض حرب
غير متكافئة أبدا، ولكن سطر فيها ملاحم الخير والخلق والفضيلة والإنسانية والأبوة والأخوة والرفق بالناس والرفق حتى بالحيوان، حتى بالحيوان. يدخل النهر فلا يشرب، يقدم جواده على نفسه. شوف الإنسان، شوف الإنسان الذي يقدم القرابين أيها الأحبة كم يزداد طهارة ونقاء، حتى يشفق حتى على البهائم، يشفق حتى على البهائم. ما تقول إنه لا أنا في حال معركة وصراع ودم، خلاص ما في مجال لتفاهم، لا أبدا. لا نفقد هذه القيم، لا نفقد هذه الشيم، لا نخسرها أبدا، نحافظ عليها. هذه مدرسة أيكم أحسن عملا، من منكم يقدم ملحمة بطولية فيها إنسانية، فيها رحمة، فيها خلق، فيها عبادة. قدم ثمانية من أصحابه فقط لإقامة صلاة الظهر، استشهد ثمانية من أصحاب الإمام في صلاة الظهر، وهم كم؟ 73 نفر أو 100 على بعض الروايات وغير ذلك. يعني قدم عشر أصحابه فداء للصلاة. هذه أيكم أحسن عملا، حينما نقدم أحسن قربان بين يدي الله سبحانه وتعالى. تأتي تلك الرواية عن الإمام الصادق حينما يقول بعضهم للإمام الصادق يا ابن رسول الله، يعني فسر لي هذه الأحاديث التي تقول أنه من زار الحسين صلوات الله وسلامه عليه كان كمن زار الله في عرشه، أو كمن حج كذا حج واعتمر كذا عمره، والبكاء عليه تسقط الذنوب، وغير ذلك من الأحاديث في أجر زيارة جدك الحسين صلوات الله وسلامه عليه. الإمام يضرب له مثال، يقول له أن ملكا خرج للصيد والقنص، ملك طلع للصيد فظل الطريق تاه وابتعد عن جنوده وغلمانه، أظلمت الدنيا، شاف نفسه في هالغابة في هالصحراء وحيد، بحث إلى أن وجد بيت فقير، ناس فقراء على قد حالهم مثل ما يقولون، فدخل عندهم، نزل عندهم تلك الليلة. يقول ما كان عندهم إلا شاة واحدة، ما عندهم، كل ما يملكون شاة واحدة فذبحوها، كانوا يتقوتون على حليبها وغير ذلك. يقول ذبحوها لي، ولا وما يعرفون بأنه الملك، شافوا إنسان غريب تايه ضيف، فذبحوا هذه الشاة وقدموها لي. في الصباح جاء الجند والخدم، بحثوا عن الملك، حصلوا عليه، رجعوا إلى القصر، فاستشار مستشاريه، قال لهم أنا نزلت عند ناس فقراء ما عندهم وما يملكون إلا شاة واحدة فذبحوها لي وقدموها لي، كيف أكافئهم؟ كيف أكافئهم؟ أحدهم قال أيها الملك قدم لهم 1000 رأس، عوضهم بالواحد، بالواحدة 1000 رأس. قال لا، لن أتساوى معهم في العطاء، لن أساويهم في العطاء وفي الكرم. هذول قدموا كل ما عندهم، أنا الحين 1000 رأس أو 2000 ما بيسوي شيء. فأحدهم قال أيها الملك قدم لهم نصف ملكك، شاطرهم بالنص. قال أيضا لم أكافئهم، ما بلغت مكافأتهم، لأنه لن أتساوى معهم، لن يتساوى. الإمام الصادق يقول شوف هذا إنسان شوي عنده ضمير، ما يقدر يرد جميل هذه الأسرة أنهم أكرموه بكل ما لديهم. الله سبحانه وتعالى كيف يكافئ الحسين صلوات الله وسلامه عليه الذي قدم نفسه وكل ما يملك قربانا خالصا لله تبارك وتعالى.
هذا الذي كان ينشده الحسين ويقول كأني بأوصالي تقطعها عسلان الفلوات وغيرها، ثم يقول رضا الله رضانا الذي يرضيني، خلي قطعون أوصالي، خل يقتلون أهل بيتي ويسبون نسوتي، كل هذا لا يعنيني شيء، ولكن رضا الله، إن كان فيه رضا الله فهو رضانا أهل البيت، نصبر على بلائه فيوفينا أجور الصابرين. هذا الصبر له جزاء، له مكافأة، الله سوف يكافئني جزاء الصابرين. والله تبارك وتعالى يقول ولنجزين الصابرين أجرهم بغير حساب، بغير حساب، لا في الدنيا ولا في الآخرة. الآن شوف مشاهد الإمام الحسين ومجالس الإمام الحسين ومؤسسات التي هي باسم الإمام الحسين تملأ الدنيا، ملايين من المؤسسات، ملايين من الحناجر تنادي باسم الإمام الحسين، مليارات من البشر، لا أقول مليار، قليل، حتى غير المسلمين ينادون باسم الحسين صلوات الله وسلامه عليه ويستلهمون منه العبادة والجهاد والشموخ والصبر والقوة والشجاعة. لنجزين الصابرين أجرهم بغير حساب، هذا في الدنيا، وفي الآخرة بعد لا أحد يستطيع أن يحصي ما للحسين صلوات الله وسلامه عليه من الأجر. هكذا أيها الأحبة، حينما نقدم عمل بدراسة، بتخطيط، بتفكير، بتأمل، لا ندقق على الكثرة، كما قال الإمام الصادق ليس أكثركم عملا، ليس أكثركم عملا، أحسنكم، أيكم أحسن عملا، مو أكثركم، مو بالكثرة، مو بالكم، بل بالكيف. تقدم عمل نوعي خالص لم يقدمه أحد، نافسوا في المكارم وسارعوا في المغانم، حتى نصل إلى هذه الأخلاق التي جسدها إمامنا السجاد صلوات الله وسلامه عليه في دعاء مكارم الأخلاق. حينما تطهر هذه القلوب أيها الأحبة، حينما ننقي هذه القلوب لله سبحانه وتعالى، نكون كما قال الإمام السجاد: اللهم صل على محمد وآله، وسددني لأن أعارض من غشني بالنصح. شوفوا الطهارة، شوفوا النقاء، نطهر هذه القلوب، مو واحد غشني أروح أنا أرد المثل وأرد الخطيئة بالخطيئة، لا، أن أعارض من غشني بالنصح، واحد غشني ولكن أنا لا أعامله كما عاملني، لا، أنا أنصحه، أبتغي له الخير، وأجزي من هجرني بالبر، واحد منع عني البر أنا لا أمنع عنه البر، كل إناء بالذي فيه. أنت تشوف شنو إناءك، شنو قلبك، شنو طهارتك، شنو يطلع من هذا الإناء إلا الخير للناس. وأثيب من حرمني بالبذل، وأكافئ من قطعني بالصلة، وأخالف من اغتابني إلى حسن الذكر. أنا مو أهل غيبة، أنا دائما أذكر محاسن الناس وأركز على محاسن الناس. نصل إلى هذه الطهارة، نصل إلى هذا النقاء الذي تجسد في دعاء إمامنا، دعاء مكارم الأخلاق، الذي أؤكد على أحبتي في هذه الليلة وفي هذه الأيام أن نقرأ هذا الدعاء. علماء الأخلاق، علماء السير والسلوك إلى الله يقولون هذا الدعاء فقط. شوف الإمام إيش قد ترك من أدعية. الصحيفة السجادية يقول الشهيد الصدر، أنا أطلت عليكم الظاهر، طولنا الظاهر، كما أخذنا الشهيد الصدر يقول أن هذه الصحيفة المباركة كان أهل البيت يوصون أولادهم بعد حفظ القرآن أن يحفظوا هذه الصحيفة، يحفظونه عن ظهر غيب، عن ظهر قلب، حفظوه أبا عن جد،
توارثوه، فهو صحيح. يقول الإمام الشهيد الصدر رضوان الله تعالى عليه بأنه من الكتب الصحيحة الأدعية الصحيحة بعد القرآن أصح شيء عندنا الصحيفة السجادية، لأنه توارثوه الأئمة وأبناء الأئمة، صحيح ليس فيه خطأ. ومع ذلك تشوفون أدعية أخرى أيضا ما موجودة في الصحيفة السجادية للإمام السجاد. هل قد أدعية؟ دعاء مكارم الأخلاق، يقول علماء الأخلاق بأنه مدرسة كاملة في السير والسلوك إلى الله، مدرسة كاملة في الأخلاق والتربية والفضيلة. بس اتطبق هذا الدعاء تكون أكمل الناس خلقا وأفضل الناس خلقا. نسأل الله أن يسددنا ويوفقنا جميعا لما يحب ويرضى، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. نختم هذه الكلمة وهذا اللقاء أيها الأحبة بإعادة سورة الفاتحة، نهديها إلى أرواح شهدائنا وشهداء صلاة الجمعة الأبرار، إلى أرواحهم جميعا، أرواح موتاكم، أرواح الشهداء والعلماء، نهدي ثواب الفاتحة قبلها الصلاة على محمد وآل محمد.